السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العربية اللي ورايا دي للبيع، خلاص. دي بي ام دبليو اف 30 320 لكجري، عليها شوية تعديلات كده في البادي كيت وبلاك اديشن، مش عارف ايه، شوية حاجات حلوة كده، والصالون بتاعها نظيف والعربية نظيفة وصيانتها كلها سليمة وجميلة ومعمولة. هقول لكم كل بقى تفاصيل العربية، تعالوا نبص على العربية واقول لكم التفاصيل بتاعتها وسعرها، خلاص، للناس اللي هي بقى بتدور على عربية تشتريها مستعملة نظيفة، خلاص، وبرده تكشف وتعمل كل اللي انت عايزه، لكن العربيه دي على ضمانتي ان شاء الله. تعالوا نبص عليها. بص يا سيدي، العربيه اهي معمول لها بادي كيت ام 4، العربيه فابريكا بالكامل ما عدا رفرف، وعليها العربيه عليها رابنج حمايه معمول، هو هي العربيه لونها اسود والرابنج اللي عليها برده لونه اسود، عشان برده يبقى يعني ايه الكلام واضح. هفرجكم الصالون وهفرجكم كل حاجه. العربية موديل 2013، ماشية 170,000 كيلو، عاملة كل الصيانات. آخر صيانة عاملاها كانت صيانة كبيرة اللي هي 160,000 اتعملت، وما شاء الله يعني زي ما انتم شايفين العربية ايه من بره، كاوتش نظيف مش محتاجة كاوتش، طبعا الإضاءة بتاعتها ليد. بصوا بقى من جوه، طبعا كاملة فتحة سقف. متركب لها الشاشة الجديدة اللي هي فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مصروف عليها شوية حلوين برضو، خلي بالكم العربية اصلا لكجري، كراسي كهرباء ميموري، بس هي العربية اصلا لكجري عشان بس ايه، لكن صاحب العربية يعني هو يعني صاحبي جدا، صاحبي جدا، فأنا شايف العربية وعارف كل تفاصيلها، وعامل بقى حاجات بقى بالألكانتارا وبتاع، الراجل صارف ومكلف الصراحة. العربية اللي هياخدها مش هيصرف حاجة، كل البس اللي هيعمله هيغير زيت وفلتر في المواعيد وشكرا، انما مصاريف مش هيصرف حاجه. عربيه اهي ما فيهاش خربوش، طبعا انا عامل فيلم الرابنج ده، الفيلم الرابنج الاسود ده عامله عندي هنا، حتى العلامه الجديده هو مركب العلامه الجديده. اللي بيركب بي ام دبليو هيبقى عارف ان الحاجات دي الصرف فيها بيفرق. المهم يا سيدي، العربية دي مطلوب فيها من الاخر كده 1,300,000، مطلوب فيها 1,300,000، هتاخد بسم الله ما شاء الله، هتدور وتمشي ولا هتصرف عليها اي حاجة ان شاء الله. العربية ما فيهاش تعديلات ولا في موتور ولا في تيس ولا شكمان ولا العفشة، ما فيش الكلام ده خالص، التعديلات اللي عليها بس من بره، والصالون بتاعها نضيف زي ما انتوا حضراتكم شفتوا كده، ومن بره اموره برضو زي ما انتوا برضو شايفين كده. هسيب لكم دلوقتي رقم التليفون هيطلع قدامكم للاستعلام، خلاص، وان شاء الله يعني ربنا يبارك للي هيشتري، وان شاء الله باذن الله يعني صاحبها بقى ربنا يرزقه بالاحسن منها باذن الله. قبل بقى ما تسيب الفيديو وتروح في اي حته، صلي على رسول الله. يلا، سلام عليكم يا جماعه.